إلى بلدية محافظة أبو عريش مع كامل التحية والتقدير. مشروع فخم بحجم هذا المشروع، الممشى الشرقي شرقي المحافظة. هذا المشروع الذي يعتبر مميز في كل شيء، روعة في الإنشاء، جودة في التصميم، اختيار موفق في التشجير وكذلك في الإنارة، تدعيمه بمنطقة وسطية مهيئة أيضا للجلسات، مدعمة بالمظلات، وتوفير أيضا ممشى رملي وممشى خاص بالدراجات الهوائية. مشروع تشعر بأنه أن اتجهت ونظرت تجد بأنه مميز جدا ومكتمل، ولكن نقول سامح الله من كان السبب. يقولون عمر الزين ما يكمل، هذا المشروع لم يكتمل جماله، وذلك بعدم توفير دورة مياه لهذا المشروع الفخم جدا. هذا المشروع ليس وجهة لأبناء المحافظة فقط، بل للزائرين من خارج المحافظة، وأكثر من ذلك للزائرين من خارج المنطقة. ولهذا نقول بأن هناك تساؤل يطرح دائما إلى البلدية، لماذا لم يكتمل هذا المشروع بتوفير دورة مياه مع أن المنطقة متوفرة لإنشائها شمال الممشى؟ هذا التساؤل يطرح إلى بلدية المحافظة، وإن كان هناك من عجز فإن التساؤل أيضا يوجه إلى الجهة الأم، إلى أمانة منطقة جازان. لماذا لم يكتمل جمال هذا المشروع بإيجاد دورة مياه خاصة لهذا المشروع؟ ودمتم